أخي عيد كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفناكم مقطع جديد. يا شفناكم شلون بتساووا تفخ الضغط. هو شي سهل. بصيرة مع شخصية مايكل. لسه ما جرت مع فرانكلين وهذا تروفر وبيت تروفر القديم والجديد واللي في الريف وفي المدينة. أنا شغلت بدرس على بيت مايكل. أول شيء بس نحتاج ستيكي بوم. ستيكي بوم يعني 20 بتكفي، بس أنا حكت أكتر حط 20، بس حط مثلا 20 على تخت مايكل، لا على الحرام. شوفوا تختفي 1 2 3 يعني بيختفوا. أربعة وخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة وواحد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر ستة عشر سبعة عشر وثمانية عشر وتسعة عشر عشرين. أنا سويت هاي الحركة بالدايركتور مود كأنه البوك كله مفتوحين على إلا ميكسوس أوف هلا بتصير قوية. شوفوا أنا حجيب هلا الشرطة. شوفوا عجيبة، بس ما بتحتاج غير سلاح الشرطة مثلا. وقفت أنت على التخت وشوه بتخلط على التخت بتفجر التخت وتخت متفجر. يلا حجيبة. استنوا لفك الباب عشان الشرطة تفوت. البكلات ستيك بوم هنا شفتوا فتح. فتحت هلا اجت الشرطة. بعلي البومبات. سلاح مثلا سلاح مفجر هلا ما بيأثر نفس الشيء، بس هو بفقط 20. هو فقط 20 معناته حيكون سوبر بوم سوبر تخت سوبر بوم. وما بعرف شو تسميه هذا التخت ما بعرف شو بدي سميه تخت المتفجر. حتى هون اذا طلقت بس الشرطة بس اعطيها اشارة عشان تجي. يا شرطة تعالي يا شرطة. يلعن اجت الشرطة. You fucked out. شوفوا بطلع هوني. You want this? Take this. فجر كان ماله محدود. حيكون محدود هالمرة. شوف أنا ضبطت إني ما أموت. حط هوب اوف فشر. والله هذا التخت المتفجر بيكون حلو.
شفتوه؟ انصحكم تجربوه بالدايركتور مود او بشخصيه مايكل. شخصيه مايكل بالبيت مايكل تاخذوا شرشريه تكبوا وتوجعوها وتطلعوا من الغرفه وتحطوا ترافر فيها او وبعدين تفجروه بالموت. والله والله فكره باب متفجر. باي باي باب متفجر. باب متفجر ما حدا يقدر على الباب المتفجر. لفي سيحرقه باللقط. يا شرطة يا شرطة. بس وهذا الفخ الثاني فخ الباب فخ الباب الستيكي بوم. هو بس بده 20 ستيكي بوم بصير بيحترق كل البيت. هذا هو اختراع ثاني. أم الستيكي بوم فجر. شوف شوف ناري ناري نار نار رائع نار نار نار. وهذا التلفزيون هذا يشوف في شيء اسمه تلفزيون متفجر. باي باي تلفزيون متفجر. في نخبي لسه ستيكي بوم ولا بس خذ شيء ستيكي بوم ستيكي بوم. قنبلات قنبله زرع. هات لحط وشوفوا هذا الفخ هون لا هون لا مو هون مو مباشر هون. أم هذا كان الاختراعين اختراع مو الاختراع هذا فخ فخ تختل تختل المتفجر مثل ما قلنا. يعني بنحتاج 40 هذا بنحتاج 20 الباب بنحتاج 20. فبيكون عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب. يلا.